والأستاذ محمود جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم عدالة حقوق الإنسان. أستاذ محمود حضرتك يعني قبل ما تكون حقوقي حضرتك محامي وشفت العبث والمهزلة اللي وصلت في ترزية القوانين في إسهال القوانين في برلمان الدم برلمان التراتير اللي هو في الآخر عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور عملوا مئات القوانين أزعم أن أخطرهم لو كان عدلي منصور عمل موضوع فتح الحبس الاحتياطي تحت مزاعم أن تكون العقوبة تحتمل حكم الإعدام أو المؤبد أو يعني الإعدام أو المؤبدات أيضا أن فتح السيسي في 27/10/2014 تحت دعوة قانون أو حماية المنشآت العامة وجعل الكوبري والمستشفى والجامعة جعلها مناطق عسكرية وبالتالي تم إحالة المئات بل الآلاف من المعتقلين سابقا في 2013 عقب فض الاعتصام رابعة تم إحالتهم بأثر رجعي في مهزلة وعبثية لم يتشهدها العالم بل إنها تتناقض مع المادة 204 من دستورهم اللقيط الذين استفتوا عليه. تعليق حضرتك على هذا التناقض وهذا الإجرام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا بسجل تحياتي لحضرتك والبرنامجك المحترم ولقناة الشرق على هذه الاستضافة وعلى تبنيها الحديث عن حملة إعدام إنسان. وبهذه المناسبة يسعدني أن أعلن تضامن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان مع هذه الحملة قلبا وقالبا من أجل وقف الإعدامات من أجل وقف القتل. كما تفضلت حضرتك وإطلالتك الجميلة عن القوانين والتشريعات الجائرة التي يعني أعتقد أنها أقول تشريعات ارتكبت بفعلها كأنها جريمة يعني لكن ليست تشريعات لأنها لا ترقى إلى أن تكون قانون. مصر جمهورية اسمها جمهورية القتل الآن منذ أحداث يوليو 2013 وحتى هذه الساعة وطالما أن هذا النظام يظل ممتد ومستمر فستظل يعني عالقة في الأذهان أنها جمهورية القتل جمهورية الخوف. إذا كان هناك جريمة قتل خارج نطاق القانون فهذه جريمة بشعة الأبشع منها أن يكون هناك قتل باسم القانون طبعا تحت ستار من القانون تحت ستار من القضاء رجال قانون ورجال قضاء يمارسون القتل بأيديهم وبأحكامهم فهذا أسوأ ما في الأمر وأبشع ما في الأمر. يعني لا تنتهك حرمية يعني حرية الإنسان في أن هو يحرم من حياته تعسفا وبإجراءات موجزة إنما يرقى الأمر إلى أن يكون هناك تشريع لهذا القتل تقنين يا أستاذ.